احتلوه يصور احتلوه. بس فيش تصوير. احنا قاعدين احنا قالوا علي عباس يعني. لا 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 في ليه؟ تخيل كل هيك هلا مريم ايش كان خطوبة؟ شمية خطوبة؟ صافي؟ إيه هنا أنا أفلو مخبك אותה. מישהו דורך לי על הרגל? כולם אחורה! עד אחורה. شباب شوي بالله شباب
הוא אומר שאין קליטה וזה לא לשידור נוסי. צחי! أدم إذن نشاهد في هذه الصورة المباشرة هنا مكان حدث إطلاق النار على شاب فلسطيني، نشاهد آثار الدماء الآن. إذن عملية غسل الدماء في هذه الحالة. سوق القطنين مكان تنفيذ أو عفوا مكان إطلاق النار على شاب فلسطيني من قبل قوات الاحتلال. بحسب الإعلام العبري فإنه تم تنفيذ عملية طعن اثنين من عناصر شرطة الاحتلال.